معكم ارى على فيديو جديد او رياكشن جديد. الشباب كما كتشوفوا الدراري معنا واحد رياكشن على البلان ديال كيك الدري والسر الحقيقي اللي خلى بزاف ديال ستريمرز الدراري يتوجهوا لكيك وبزاف ديال ستريمرز اللي كينصحوا كيك وفيهم واحد شوف واحد الرساله مشفره راه كاينه بزاف الدراري تما لحقاش بحكم الدراري كيك فيها الاموال الطائله اييه كاين الاموال الطائله الدراري بحكم كاين ستريمر اللي مضى الدراري فهمتوا بلا واحد 2 مليون دولار في شهر فهمتي كاين ستريمرات اللي مضاو بكثار كاع هانتو بلان باش نكون واضحين الدراري وهادشي هذا يقدر يجيكم نتوما كرقم خيالي بزاف وشنو غتكون زعما فهمتوا شنو غيكون مثلا الاستفاده ديال كيك وشحال من حاجه ولكن الدراري نتوما ما عارفينش كان كيك اللي هي واحد المنصه اللي مدعمها ولا باسم القمار فهمتوا بلان يعني منصه الناس اللي مكلفين بها راه عندهم كازينو فهمتوا بلان يعني كازينو ديالهم ابار عاملين المنصه ديال كيك ماشي غايه في الربح ولكن غايه ان بنادم غايدخل لكيك غايجبر القمار غايجبر واحد الباج خاصه غير القمار غايجبر شحال من حاجه مع الدفافه مع كتجبر القمار واش كون واضحين الدراري ابار داك الساعه يمكن لك تفتش ناري الضو ما نقدرش داك الساعه يمكن لك تفتش على ستريمر ديالك اللي انت بغيتي مثلا تفرش فيه او لا اذا دخلتي من الليان ديالو نيت فراه يبان لك واحد الاشهار صغير بالقمار ابار غدوز الاشهارات يعني غدوز تفرش فيه ستريم عادي باش نكونوا واضحين هذه من واحد الناحيه باش ما تبقاوش تقولوا كان المنصه ديال الكيك علاش مثلا كتخلص المو اموال طائله وشحال من حاجه الدراري باش نكونوا واضحين هذه واحد اللعيبه الاولى ابار ستريمرز اللي كيستريموا فيها لا بغات الخلصه ديالهم تزايد لهم يعني تضاعف فوا 3 فوا 4 فوا 5 يمكن لهم يعدلوا اشهارات ديال القمار فراه ديك الساعه غناهم الله باش نكونوا واضحين الدراري ولكن الحرام ماشي غناهم الله استغفر الله غناو راسهم بالقمار فهمتي ماشي حاجه ديال الحرام ولكن اذا ما كنتش كدير اشهار ديال القمار فبينك وبين الله خلقك فهمتوا بلان ديك الساعه براسك تقدر فهمتي براسهم ديك الساعه ماشي شغلي ما ندخلش انا في هاد اللعيبه شحال هكا المهم انا بحال نقول لكم نظره سطحيه ديالي وانتوما كل واحد كيف غياخدها وليكم حاجات ولا مثلا الاراء ديالكم بغيت تشوفوا في لي كومونتير دابا غنضطروا ادري غنشوفوا الفيديو السر الحقيقي علاش الياس ملكي باغي كلشي يجي الكيك من منصه ستريم هنا واحد الرساله مشفره غير باش نكون واضح باش ما نعطل عليكم نبدا كيك رجع لي الكيك كل نهار بالبلد ديالي اول حاجه درا لي الكيك نتوما عارفين بان الفلوس لايف راكم عرفتوا جيت الكيك باش فهمتيني ندبر على راسي بالمصاريف ماشي مشكل شوف بحكم حتى يوتيوب فيه مصاريف يوتيوب كنتي مشهور مثلا فرضوا لا كوتي ديال احمد الصابري دخل فيديو تبارك الله الله يزيدو فهمتوا راه ديما خصكم هاد اللعيبه هادي تبارك الله عليه والله يزيدو والله يكثر له في الاموال ديالو 200 كا دراري في واحد الكوطه ديال مثلا اذا في النهار 200 كا في النهار ولا في يومين راه بحد ذاتها راه عندك واحد 90 دولار ولا كثر كاع 150 دولار 130 دولار يعني تخيل انت كتدخل فيديو مثلا كل نهار اولا مثلا غير 5 ديال الفيديوهات في الشهر كامل كترى 105 الفيديوهات الاخر هي غتكون عندك واحد 500 600 دولار يعني تخيل غتبقى جالس انت جالس بحال هكا غادير 5 الفيديوهات داك الفيديو غيضرب لك غير 100 كا مثلا 100 كا نفرضوا 100 كا بارك عليك ولا 200 كا حنا ما نمشيوش لا احمد تبارك الله الصابر راه كيضرب 300 500 كا في كل فيديو ما كيهبطش على هادو كتكون الدراري كتكون الخلصة ما بين مثلا نادر هو غير 5 الفيديوهات تقدر تقلو ديك الخلصة واحد 7000 8000 درهم حتى 5000 درهم يعني 5 الفيديوهات شهر كامل ما كتخدم ما والو دوز نعس بقاش ما بغيتي 5000 6000 درهم فهمتوا بلان غا هو حنا واحد الشعب في المغرب اللي ما كي ديما طامع في الكثير باش نكونوا واضحين عليا الدراري ابار هاد الخلصه هادي كاين ليه العلم بعض العائلات كانهم تكون عندهم وغيعيشوا بها مرتاحين كيك بلاتفورم ستريمي اللي راه خفي اللعب لواحد الدرجه ما كتصورش لدرجه واحد ستريمر سميتو ايدن روس وراهم باللي فريمون تقد هادو امريكان الدراري اللي كتسني معاهم كيك بواحد كونترات اللي كيكونوا خياليه ديال بصح تقدر تستريمي اي حاجه بلا ما تبانا Come here real quick. You get a little hard? No. There's no f***ing way. What? You're just having this on stream. Is that bad? What? وفاش ايدن راه سول الشاط اللي كانوا كيتفرجوا معاه في ديك اللقطه على شحال العمر ديالهم الاجوبه كانت صادمه حيت غير الدراري الصغار اللي كيتفرجوا فيه How old you guys in the chat bro? 30 Bro he's like
Bro, he reads like somebody says 7, 11, 12. وزيد ستريمر اخر اللي طالق اللايف وكيهضر مع الشاط وسكران وغادي مكسيري حتى جابها في راسو. الدراري ما عليه كنقول لكم انا ما تستغربوش الا شفتوا فريمو ستريمرز باقيين صغار في العمر عند ضربي شي طوموبيلات اللي كيكونوا خياليين في الاثمنه راه عادي فهمت ايزي في هذا الوقت هذا خصوصا في السوشيال ميديا راه عادي تجيبها يكون عندك بروجي يعني تخيل ايماجين يكون عندك بروجي وكتحمق راسك راه تكون عندك لا مشيتي بعيد وتكون عندك مرسيدس فهمت والله ماشي شي نوع حد واحد 90 40 50 60 الف دولار اما مثلا ستريمرز يوتيوبرز ما طبعا ما عندكمش مثلا تشوكاو اللي شفتوهم ضاربين شي طوموبيل 200 300 مليون لحقاش ايزي بداك الفلوس اللي يكونوا كيضربوا واحد البلان دري انا نسيت ما نقول لكم زعما شوف انا في هذا الفيديو ماشي مثلا اهم حاجه نتوما تعرفوا شنو قلت انا نزيد لكم معلومات اضافيه شنو هو السوشيال ميديا بصفه عامه يوتيوبر ستريمر حاجه اخرى وتقدر تقول لي بلي هادشي هذا ما كاينش في المغرب ولكن هادشي هذا راه غيكون في المغرب فهمتي علاش لحقاش الفي بي ان ديال خلاص ولا السي بي ام عفوا ديال خلاص في المغرب راه عادي غادي وكيطلع يعني غادي وكيطلع خصوصا مع المونديال غيجي هادشي هذا كامل كيزيد فريمون يطلع بهادشي ديال المغاربه وابار ستريمرز كيضربوا الارقام راه كيزيد يطلع واحد السي بي ام ديال المغرب باش يكون واضح لحقاش مثلا اليوتيوب غيشوف الياس المالكي من احسن ستريمرز كيضرب ارقام فريمون اليوتيوب طبعا هادشي هذا فهمتي غيخلي يزيد الفي بي ام او السي بي ام المغرب بواحد الشكل يقدر يزيدو فهمتو حتى الدولار يطلع لهم دولار في فوانكا راه كتعرف شنو الا ضربتي دولار واحد في 1000 مشاهده راه غناك الله باش تكونوا واضحين وزيد 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 وهادشي كامل كيدوز في البلاتفورم دكيك وفي هاد الفيديو غادي ندويو على كيفاش حتى كيك جات وفي ظرف قصير دارت بوم ولات كتنافس تويتش اللي من ديما هي اللي كانت حاكمه الدومين ديال ستريمين في العالم السبب باش كيك ولات كتنافس تويتش هو انه تويتش كانوا فيها بزاف ديال العيوب اللي استغلتها كيك بحال كيبانيوك على ابسط الحوايج بحال الصابر اللي باناو على واحد اللقطه كندوزها في اللايف ديالو الوالديه 6 شهور ما هضرتش معاه 6 شهور مي ما باش تهضر معايا 6 شهور الله ينعل دي الحياه من دمك اي واحد بيضحك عليا تنبكي سال الله ينعل راجل راجل خرجت عندي 18 عام من الطار 18 عام شنو ما كيضحكش هادشي كوتي بيبليك تشوش 18 عام وزيد كانوا بانا وتا سهيل 30 يوم بسبب هاد اللقطه كان طالق اللايف حتى لقى راسو تبانا بدون حتى شي سبب Is this a question a 27-year-old man would ask? Yes. Streamer ma walu wah qarrab. Wallahi aswa stream. Aksar aliya flous ma kdir walu. Guys, din kentfarjou f Souhail. Fhmti f stream fi toxic ala bnadem. Wahad lqita bum sa. Allah yaawen tahla tbana dray. Zid la qlbti b tqleba khfifa, ghatlqa kulshi kiaawd lqissa dialo kifash tbana bidoun sabab min Twitch. ناهيكا على انه ما كيبانيوش شي وحدين اللي نيت يستاهلوا يتباناو وغامثال وحده كانت ورات ستريم ديالها وعطاوها غا 3 ايام في حين ستريمرز اخرين كيتباناو للابد او لا كياخذوا على الاقل فوق 6 شهور على حوايج تافهين بزاف وهادشي اللي خلى ستريمرز ما بقاوش عارفين شنو اللي ممنوع وشنو اللي ممنوعش يدوز في البلاتفورم وهادشي الصراحه ديال الخبط والتمكريب معروف في الشركات كاملين وخصوصا اللي كيكونوا ديجيتال بحال باي بال اللي كتسد لي كونت ديال الناس بدون حتى شي سبب وحتى فيسبوك از اللي كتسد لي كونت عشوائيا واخا ما تكون داير حتى شي خطا وزيد يوتيوب براسها اللي كل شويه كدير قوانين جداد اللي كتفرض على صناع المحتوى اللي كيحطوا الفيديوهات عندها ومن غير هادشي ديال البان تويتش كانوا دايرين في التقسيم ديال الارباح مع ستريمرز ديالهم 50-50 كتعطيهم هما 50 وتويتش كدي 50 مثلا الا جا شي واحد ودار لك اشتراك في تويتش غادي تاخذ لك 50% اما كيك في الجهه الاخرى كتعطيك 95% ديال الارباح وهي كتاخذ غير 5% وزيد من اكبر ستريمرز عندها بلاص ما تهلا فيهم كتصيفط لهم هدايا اللي حشومه شركه كبيره بحال تويتش تصيفطهم بحال كايسينات اللي كيضربوا شهادات خياليه في تويتش شنو في نظركم غادي يصيفطوا ليه غادي يصيفطوا ليه سبرديله على ما اظن غتكون فريمون سويه لا وزيد بوكيمون اللي اصلها من المغرب واللي حتى هي كدير ارقام ومشاهدات كبار في بلاتفورم كانوا صيفطوا ليها كرسي ديال الجيمين
ولكن تويتش باش قضات على راسها كانت في 21 سبتمبر 2022، فين خرجوا واحد البيان داروا فيه واحد القانون في البلاتفورم ديالهم باش يتمنع كل محتوى عنده علاقة بالقمر ولا كازينو، وذكرت بالضبط 4 ديال الشركات ومنهم واحد الشركة اللي سميتها ستيك. وباش نقربكم من الصورة خصكم تعرفوا بلي هاد ستريمرز ديال لي كازينو في تويتش كانوا كيجيبوا مئات الملايين من المشاهدات، يعني كندويو هنا على الملايين ديال الدولارات. وفاش ناضت تويتش منعاتهم من البلاتفورم ديالها فراه هاد الشركات ديال القمر بطبيعة الحال خسروا الملايين ديال الدولارات بين ليلة وضحاها، حيت ستريمز ديال القمر في تويتش كانوا كيجيبوا المشاهدات بزاف، وخصوصا في امريكان في الناس مبليين بزاف بالغامبلين. ولكن على عكس ستريمرز اللي كانوا كيقبلوا باي قرار داتو تويتش حيت ما عندهم حتى شي بديل، لي كازينو فكروا في حل اخر اللي هو يصايبوا بلاتفورم اللي كتنافس تويتش، وهنا فين غتكون الولاده ديال كيك. وخلاهم يلعبوا كيما بغاو، ياخذوا راحتهم بزاف ديال الحاجه. Wait, listen, how old are you? I'm 19. I'm 16. You said 18? Yeah. You're 18, yeah? Yeah. وكيك فاش بدات ما كان حتى واحد عارف عليها شي حاجه ولا حتى شكون اللي موراها بالتمويل. وفي البدايه كيك كانوا داروا كوبي كولا للانترفاس السيت ديالهم من تويتش، لا من تجربه المستخدم ولا حتى من الديزاين. اذا فاش كتدخل كيك بحال اللي راك في تويتش ما غاديش تلف. وكيك بدا واحد البدايه كبيره وسريعه وحتى واحد ما كان عارف شكون اللي موراهم ومنين كيجيبوا هاد الفلوس كامله اللي كيعطيو ستريمرز اللي كيستريمو في البلاتفورم ديالها. ومع الوقت غيبان باللي كاين علاقه بين كيك والشركات ديال القمر بحال ستيك اللي هي الى عقلته وحده من الشركات اللي منعتها تويتش في البلاتفورم ديالها. غاهي كيك كتسامح مع المحتوى ديال القمر وبالعكس كتشجعو اكثر وكتحط ستريمز ديالو في الصفحات الاولى. وكيك مع البديه ديالها غتعلم باللي غتعطي 95% ديال المداخل للستريمرز عكس تويتش اللي كانت كتعطيهم غير 50. وهنا كيك بدات كتسيني مع ستريمرز كبار بحال اكس كيو سي اللي سينو معاه ب 100 مليون دولار. فين يبان داك الرقم اللي بغيتكم على 2 مليون دولار؟ 100 مليون دولار الصاط. وزيد سيناو معاه حتى ايدن راس كورينا وزيد وحدين اخرين كبار معروفين. مورا هادشي كيك بدات كتدخل للعالم العربي والمغرب بالخصوص. واخا هنا ما عندناش ثقافه كبيره ديال ستريمين، ولكن واحد من اهم الاسباب باش دخلت كيك للمغرب هو الياس المالكي. الياس اللي كانوا ستريمز ديالو في يوتيوب كيضربوا ارقام خياليه وكان ديما كيطلع هو الاول في ستريمز ديال يوتيوب، وداكشي علاش كيك جاو وسناو معاه. وزيد ثاني سبب اللي هو انتشار ديال وان اكس بات في المغرب والتجاوب المغاربه معها. وهنا كيك كلشي قمار ولات كتعاقد مع كل مغربي عنده المتابعين وكتحاول تجرو يجي للبلاتفورم ديالها. وبدات كتسيني مع ستريمرز مغاربه اخرين بحال بوطاطو حمريطه جمال الفا والصابري وزيد وزيد وحدين اخرين. كيك كطلب منك في الكونترا انك تستريمي 100 ساعه شهريا على الاقل، اللي حرفيا باش دير 100 ساعه كل شهر فراك خدام ديال بصح وبحال الا خدام مع شي شركه وجالس في البيرو ديالك. كاين وزيد من الاسباب اللي كلشي ولا كيدوز الكيك هو انه القضيه مرخوفه على تويتش وكتخلص مزيان وكيتساهلوا مع بزاف ديال الحوايج كيخليهم يدوزوا بلا ما يتبانوا. بحال ستريمر اللي سميتو دورتي قال الانورد اللي هي كلمه مسموح غير الكحل اللي يقولوها بيناتهم. دورتي قال الانورد وسط ستريم وبقى ستريم ديالو مطلق بلا ما يتسد ليه بلا والو. زيد واحد الكيك ستريمر اللي سميتها ناتالي كانت تحدات واحد المراه قالت لها الا تلاحيتي في الماء غادي نعطيك 20 دولار. المراه قبلات التحدي وتلاحت وبينما كتعرفش تعوم على 20 دولار بقات كتعيط كتقول لها عاونيني عافاك عاونيني. وناتالي في نظركم شنو دارت؟ خلاتها ومشات هربات. Oh, okay. You said you wanted to swim. You told me to jump in. I didn't tell you to jump in. I can't swim. I can only float. Oh, she might literally die. She's drowning in the lake. وزيد ستريمر الامريكاني اللي مشى اليابان وكيطلق لي لايف كيك ويبقى يسب الناس بكل عباره عنصريه تطيح لك على بالك. بحال هنا ناض وسط تران بقى كيضحك على اليابانيين اللي راكبين في التران بهيروشيما وناكازاكي اللي هما جوج مدينات يابانيين اللي ضربتهم امريكان في الحرب العالميه وكانوا ماتوا الالاف ديال الابرياء. هذا خصها شوف بلانت بحال هكا راه خصها الدوله تتكلف تغبروا مصر. هيروشيما ناكازاكي يس مان يس هيروشيما باي بالون هيروشيما ناكازاكي يو نو نار يا خونا هذاك اخو طاح في المغرب نار شنو غيوقع له
هيروشيما ناغاساكي ودستروي because you need to know how to behave والله بالله والله I swear to god you do again we're gonna do من شوف هذول الناس مراطين الدراري في كل وقت we're gonna do again you understand هيروشيما خونا كيشوف الناس غير محتوى باش يجيب المشاهدين للستريمز ديالو وكانوا ديما الناس كيعرفوا في الزنقه وكلشي كيبغي يضربوا على ديك البساله اللي كيدير في الستريمز ديالو Chill out. We're not starting this right now. Ow, fuck. Hey, don't touch me, man. Hey. ناري كي قلت دحكي قلت طارو برو صراحة شاب يسال أخي قول أخي مشى حتى لواحد البلاصة عائلية ويطلق واحد الموسيقى كاملة فيها تخسر الهضرة المهم خونا كيطلق اللايف كيبقى غير يتبرهج ولكن في الاخر واحد النهار كان طالق اللايف كيك حتى لقى السلطات اليابانية وقفوا عليه واعتقلوه وما كاينش غير هاد ستريمر كيك عامر بزاف بحالو حيت البلاتفورم عطيهم واحد الحرية كيديروا اللي بغاو داكشي علاش ولاو دابا كاع اللي باغي يبدا في ستريمين كيفكرني شان يدوز الكيك يلا بقيت حتى لهنا شكرا بزاف الدراري ها هو كانت من الواقع اللي سميتها لهم نو ليميت ياكو هاي شوف كلشي يدخل عنده الدراري باقي الراق العراق شفتو بلا كان هذا هو الفيديو اللي عندكم هذه في السنه تابونا ودوروا جيم خلو داك اللايك فعلوا جرس راس فريم وخصنا نكونوا شمتي كنسيبورتيو القناه واش بحال هكا اللي كتعمل لنا واحد الكونتنت اللي مزاون وشفتو كتستافد منه انت كتعرف منه ضايع كتعرف منه كاين شنو تعطى عليكم الاخوان نخليكم دابا يلا